ولدت حيث ولد المسيح بين طبرية والناصرة في قرية الشجرة بالجليل الأعلى. أخرجونا من هناك وعمري 10 سنوات عام 48 إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. أذكر هذه السنوات العشر أكثر مما أذكر بقية عمري. أعرف العشب والحجر والظل والنور هناك، لا تزال صورها ثابتة في محجر العين كأنها حفرت حفرا. أرسم، لا أكتب أحجبة، لا أحرق البخور، ولكنني فقط أرسم. إذا قيل إن ريشتي تشبه مبضع الجراح أكون قد حققت ما حلمت طويلا بتحقيقه. كما أنني لست مهرجا ولست شاعر قبيلة، أي قبيلة. تهجر مع العائلة أثناء دخول القوات الإسرائيلية في فلسطين عام 1948. عاش في جنوب لبنان في مخيم عين الحلوة تحديدا. اعتقل أكثر من مرة نتيجة ممارسة فن الرسم والكاريكاتير. اعتقل في الزنازين الإسرائيلية واعتقل في لدى القوات اللبنانية نتيجة للقيام بهذه الأعمال. للمخيم وللتهجير دور كبير في تأسيس أو صقل شخصية ناجي العلي. أولا ناجي العلي ارتبط بالثورة الفلسطينية منذ النشأة، تقريبا منذ الثلاثينات بلش يعني كواحد لاجئ مقهور عاش المعاناة وعاش النكبة وعاش ألم الشعب الفلسطيني بالمهجر، سمع منيح لمعاناة الفقراء، وبالتالي تلخص مقاومة ناجي العلي حول مجموعة من الرسومات اللي انتقلت طبعا عالميا، انشهرت في كل المجلات في الوطن العربي، استخدموها العديد من الاحزاب والمؤسسات الفلسطينيه، وبالتالي حاول ينقل هذه صوره المقاومه لكل العالم، مين هو الشعب الفلسطيني من خلال الريشه والقلم. تميز ناجي العلي عن غيره من الرسامين من بيرسون والكاريكاتير في انه هو كان لاذع في انتقاد الشخصيات اللي كان يشوفها بتنزاح عن الخط او عن الطريق لفلسطين، فهذا كان سبب كبير في محاولات كثير شخصيات سواء عربيه او اسرائيليه او الى اخره في قتل او اغتيال ناجي العلي. طبعاً شخصية ناجي العلي تمثلت في رسم كاركتير حنظلة اللي هو داير وجهة أو داير ظهرة للعالم العربي اللي بيعتبره خائن. بتمثل هاي الشخصية في اللي هي القوة والصلابة وشخصية الثائر الفلسطيني. شخصية حنظلة هي طفل فلسطيني رسمه ناجي العلي أو أنجبه ناجي العلي في 1969، بيمثل حنظلة الشعب الفلسطيني وبالأخص الطفل الفلسطيني. في إحدى المقابلات سأل ناجي العلي إنه ليش إذن حنظلة للخلف وراسه مش مبين، فكانت إجابة ناجي العلي إنه كانت وقتها في مساومات مع الإسرائيليين، فهو صار يحكي إنه حنظلة ما بيساوم، فهو عشان هيك مربى فيني وهو داير ظهره لأنه هو بيطلع على فلسطين. حنظلة بالنسبة لناجي العلي والشخصية اللي دائما هي معترضة على كل السياسات العربية، هي الشخصية المقهورة، هي الشخصية المظلومة، هو الإنسان البسيط اللي موجود في كل خيمة في من خيم اللاجئين والمخيمات الفلسطينية، هو الإنسان اللي شعر حالة مظلومة، فيش حدا في الدنيا قادر يستوعبه وقادر ينصفه أو قادر يحكي باسمه، عشان هيك هو كان داير ظهر للناس باعتبار أنه ملابس هذه اللباس البسيطة المرقعة، والدائما بتشير أن الفقراء إذا ما كان دور دائما في صناعة القرار السياسي زي ما بيكون لهم دور دائما في النضال والمقاومة، لازم يكون لهم دور دائما في السلطة السياسية وفي صناعة القرار باعتبار أنهم ما فيش إشي ممكن يخسره. الحجة فاطمة هي كانت عبارة عن الأم الفلسطينية الصامدة، كانت دائما ما بتساوم، كانت تعلم اولادها انه يحكوا كلمه الحق، وكان في زوجها كان دائما بتمثل
مثل صورة زوجها على إنه هو إنسان طيب وبسيط. حتى طريقة الشكل اللي رسمه ناجي فيه كانت صورة رجل كبير في العمر ورجل بتعب كادح إلى آخره. هلا استخدم في رسومات الكروش والبطون المليئة طبعا إشارة للزعماء العرب، استخدم العملية في رسومات موضوع الهيمنة. كيف الأمريكان عمالهم بهيموا على القرار العربي في كل قارات الأمم المتحدة وفي كل قارات مجلس الأمن وفي كل القارات الثانية، فبالتالي كان بيشير لهذول للعرب لمجموعة من الكروش. كمان شخصيات تتمثل اللي هي في الشخصية الثالثة اللي هي شخصية الجندي الفلسطيني الإسرائيلي. الجندي الإسرائيلي تتمثل بخرطوم طويل، وإنه هو الشخصية القمعية والشخصية المتسلطة والشخصية البائدة اللي بتحاول تسيطر على الشعب الفلسطيني. هو كان إنسان مبدئي، أبداً ما تخلى عن مبادئه رغم كل الانتقادات اللي توجهت ليلى. دائماً كان بيحكي، كان في له مقولة إنه هو مش ضد حدا معين، وهو ما عنده مشكلة مع شخص كإنسان يعني معين أو هيك، بس هو ما بيحب طريق العوج. فهذا إشي ميز ناجل علي عن، وهو اعتبر أشهر رسام كاريكاتير في الدول العربية مش بس في فلسطين. ارتبط فكرة بالفكر التقدمي العالمي عملياً، وكان قارئ، كان كاتب، كان أديب، كان فنان، وكان بيستخدم كل الأدب العالمي، أدب حركات التحرر في العالم من أمريكا اللاتينية مرورا بكوبا، فنزويلا، إكوادور، بوليفيا، حتى الاتحاد السوفيتي وحتى كل الدول الاشتراكية. استخدم كل الأدب، كل الثقافة وكل الوثائق اللي حكت عن حركات التحرر في العالم من أجل كيف ممكن وظفها داخل هاي الرسومات، وتعكس ثقافة الشعب الفلسطيني، تعكس آمال الشعب الفلسطيني، وتعكس كمان الواقع المرير. بجمع هاي الرسمات وحطها بكتاب لإله. كانت هي دائما، ما كانت دائما بتحكي بس عن هدول الشخصيات، يعني كان في شخصيات كثير كان هو بحطها في الرسمات الكاريكاتير تبعته. كان في مثلا صورة أشخاص فلاحين عمال، كان في صورة أشخاص مسؤولين.